ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي قضية، أنا مطلقة، عندي 6 دراري، نعم. وأيوة أنا كنت نكبر في ولادي، ما وليتش نتبع في المشاكل. صافي حكب لي 300، تعرف للغوين، أنا عندي 6 دراري 300 للغوين، وداروا لي 400 تاع الكرية. نعم. أيا أنا ما وليتش نتبع، خليتها وقعدت نقري في ولادي ونكبر فيهم. نعم. كي قالوا، كي ولدي هذا التالي عنده 16 عام، قالوا لي بحال طولتي. عندك كل سنة، كل عام طلعي في النفقة. ما درتش هذيك تاع التنفيذية، ولا كيسموها، ما بلغتش. هذا الخطأ تاعك. واه انا مش، لا الجوج عطاني كلش. ايه خلاص، واش حبيتي تعرفي انت يا؟ بحال يا ترى نطي نخرج ولا ما نعاودش بحال ذاك الحكم تاعي الاول القديم؟ بلغي له الحكم الاول تاعك وجيبي الصيغة اي التنفيذية وزيدي ديري له قضية جديدة على اساس انك عندك الحق تراجعي النفقة كل سنة، كل عام تراجعيها. لو كان عندك 16 سنة وانت تراجعي فيها، لو كان راكي لحقتي الان الى مبلغ كبير، يعني كل هاو سنة. انا من تربيت يتيمه وما عنديش وليدي، الدراهم اللي لقيتهم ناكل فيهم وليداتي. واش عليه؟ ما عندنا اليتم، ما عنده ما دخلوا في هذه، يتيم ولا ماشي يتيم، كيف كيف. لو كان انا سقسيتي بحال ما كاش اللي يساعدني، بحال ما كاش عندي دراهم، حتى كبرت ولادي الحمد لله يا ربي، صافي ناكلهم ونقريهم. واش عليه؟ ربي يحفظهم. الان اي كي بغيت هكا على النفقه هذه، قالوا كي روطار بحال ما الجوج كيش عطات روتار، كلش. الله غالب انت ما تعرفيش، روحي بلغي له الحكم عن واه طريق محضر قضائي وجيبي صيغه تنفيذيه. هل كان يعطيك النفقه ولا لا؟ لا، صاير كبر ولادي ما عطاني والو، اذا باقي طفله عندها 30 عام ما يصرفش عليها، واش عليه؟ دوك ماشي نجاوبك، خدامه. دوك نجاوبك، دوك نجاوبك. دوك الحكم تاعك فيه كل حقوق تاع الابناء تاعك. في الحقيقه انت فرطتي في حقوق ابنائك، انت فرطتي في حقوق ابنائك، لان النفقه هذه ماشي تاعك انت، تاعهم هما. كانوا ما يعرفوش، كان المفروض تسالي، حتى اذا كانت الظروف الماديه صعبه اعتقد باللي ماهيش حاجه كبيره، لان الحكم خرج تبليغ فقط، تبلغي له الحكم يصبح نهائي ما يستأنفوش، او اذا استأنفوا بعد الاستئناف يصبح نهائي في جميع الحالات، ومن بعد تكون عندك الحق في انك تراجعي النفقه وتطلبي طلعيها كل سنه، وتطلعي مبلغ الايجار كل سنه، لان مبلغ الايجار تاع 400 الف او 4000 دينار مبلغ ما عنده حتى معنى. الان مطلوب منك تبلغي له الحكم وديري له قضيه جديده باش ترفعي مبلغ النفقه تاع الابناء في 6 وترفعي مبلغ الايجار، وتطالبي بما مضى طيله 16 سنه ما دفعوش، يدير لك محضر حساب المحضر القضائي وتلزميه انه يدفع، اذا امتنع تروحي مباشره بشكوى الى وكيل الجمهوريه. هذا اللي جاب 6 اولاد ورماهم وما عبالوش كيفاش كبروا ولا واش كلا ولا مرضوا ما مرضوش، اعتقد بانه لا يستحق اطلاقا لقب اب. واعتقد ايضا ان اذا مثل امام القضاء، اذا قدمت بشكوى لوكيل الجمهوريه بعد ما تحسبي المبلغ تاع 16 سنه، اعتقد بالله حيكون مبلغ كبير، يا اما يدفع يا اما راح يزور المؤسسه، مؤسسه اعاده التربيه من جديد.